وين مين عصر إذا نستمر بتغطية المعارك التي يخوضها الثوار هنا باتجاه تحرير مناطق حلب الآن، وخلال تغطيتنا تعرضت الطواقم الإعلامية لعدة وسائل إعلامية ومنها أورينت والجزيرة وغيرها من الوسائل للقذيفة، أصيب على إثرها عدة زملاء نسأل الله لهم السلامة. ومع ذلك ومع تعرضنا للقصف سنبقى ننقل لكم الصورة من أرض الحدث مشاهدينا. محمد فيصل، أورينت نيوز، جبهة مدفعية الراموسة، حلب.